بالمباراة جيري وش قلت بالمليون اسف وشاك الحمد لله وفقني ربي تحصلت على الميداليه الذهبيه التتويج جد خاص خاصه اني مريت بظروف جد صعبه هذا الموسم تحصلت على الكثير من الاصابات هذا الموسم كان جد جد صعب الحمد لله وفقني ربي شرفت بلادي وما خيبتش الجمهور اللي حضر على جالنا اليوم كان يعني جمهور كثيف جدا الحمد لله فرحناهم ويعطيهم الصحه اللي حضروا ومازالت يعني المنافسه متواصله بالنسبه لي عندي ان شاء الله يوم 3 جويليه القفز الطويل